هذا البروجي ديال التكوين وقال لهم على الأهمية ديال التكوين والأهمية ديال المدرسة العمومية وخصنا استراتيجية النهوض بهذا الشيء حيتاش البلاد خاصها تكون الكفاءات. في الأصل كنت مهندسة الدولة ومن بعد التحقت بالخطوط الملكية المغربية. المشكل واقع من لقيت هذا الكوفيد فاش الشركة قررت أنها دير توقيف مؤقت للعقود ديالنا وكان وعد كتابي أننا نرجعوا بنفس الشروط. للأسف هادشي كامل ما تحترمش. مؤخرا شركة ولات باغا تنصل من المسؤولية ديالها وكتطلب منا أننا حنا نلتحقوا بشركة ديال الوساطة. جينا في لوبخومي أفغيل كيف ما عندنا في لاليتر دو سوسبونسيون ديالنا باش نلتحقوا بالعمل ولكن منعونا من أننا ندخلوا. مني بدينا هاد الخرجة الإعلامية وحنا كنطالبوا غير بأنه يتفتح باب الحوار. للأسف كاين تجاهل تام لهذا المطلب ديالنا. حاليا الشركة كتلونسي في أن أفي دو ريكروتمون رجعوا الناس اللي تليسونسياو شحال هادي وخداو التعويضات ديالهم الوغ كو حنا اللي عامين وحنا معلقين حتى شي حد ما كيهضر معانا. حنا راه 5 سنين ضاعت لينا دابا من حياتنا ما بين لا فورماسيون وما بين التوقيف هذا. يعني دابا حاليا راه كيبان لك ان المستقبل ديالك ضاع. ما تورطتي في كريدي اللي مبلغ طائل وشركه حاليا كتقول لك بان انا اون طونكو غارون غادي نخلص عليك ولكن غادي ندعيك. ما عندك خدمه ما عندك تغطيه صحيه. يعني للاسف ولينا في واحد الوضعيه اللي هي مزريه وفريمون خاص تدخل عاجل للمسؤولين لان هادو ثروة بشرية ديال المغرب. وصاحب الجلالة كيأكد في كاع الخطابات ديالو أننا خصنا نحافظوا على الكفاءات المغربية. كيف يعقل أن واحد 105 ديال الطيارين جيتي النهار الأول قلتي لي أجي درتي لي كونكور درتي واحد لوفر دومبلوا باسم الخطوط الملكية المغربية وعدتي أنك غادي تخدموا عطيتي أن كريدي قلتي لي هذا الكريدي باش غادي تقرا وأنا الضامن ديالك وغادي نخدمك في لافان ديال هاد ديال هاد الفورماسيون. سالات لافورماسيون بدا العقد ديالو معاك جات الجائحه وقفتيه وعدتيه كتابيا انك غادي ترجعو بنفس السيتوياسيون بنفس لي كونديسيون. سنيتيها عامين من بعد كيجي تيقول لك الله يعاونك غندعيك على الكريدي الله يعاونك غندعيك على الكريدي غادي نتابعك قضائيا. انا شخصيا خدمت مع هاد الناس عام على مات بوينغ 737 درت جميع الرحلات خدمت في افريقيا خدمت اوروبا ما خلينا ما درنا. قاتلي يومين باش انني نترسم وجات الازمه ديال الكوفيد. هاد الناس وقفونا لمده عامين بلا ريال بلا جوج بلا تغطيه صحيه بلا تغطيه اجتماعيه لحونا في الزنقه بحال ما ساوين والو. انا جبت 18 في الباك سيونس مات انا واش هاد البلاد واحد جبت 18 في سيونس مات غادي تدلوحوا الزنقه بالطريقه هادي. هاد راه قمه الظلم وقمه الحقره. دوينا مع جميع الوزاره دوينا مع جميع الجهات حتى واحد ما مسوق لينا. من بعد عامين وقفونا جينا بغينا نخدموا فاتح ابريل ما خلاوناش ندخلوا في الباب وخلاونا منشورين كراو طائرات بطواقم اجنبيه بطائرات اجنبيه مئات الملايير ديال السنتيم وحنا خلاونا مشردين ورطونا ونصبوا علينا في كريدي ديال 130 مليون واليوم ما بغاوش يخدمونا. حنا سيدي قلنا لهم نخدموا باش ما كان السياحه غادا تطلع بغينا نخدموا حنا دور المطلب ديالنا. اكثر من هذا جالسين كيدعيو في عباد الله كيدعي فيهم باش يرجعوا التكوين ديال واحد الخدمه اللي اصلا ما عطاوهاش لينا. هادشي راه قمه الظلم. وانا من هذا المنبر هذا كنطالب صاحب الجلاله يشوف من حالنا. راه حنا كنعانيو بزاف. انا ولد اسد متقاعد انا اللي عندي هي القرايه اللي وصلتني وحنا كاملين كنستحقوا 105 ديال الناس قرينا وكنستحقوا نكونوا هنايا. حنا نعود لك على المعاناه ديالنا حنا كطيارين متدربين في هاد العامين اش داز علينا. حنا مني جانا هاد التوقيف في الاول كان الصبر كان هذاك الروح المواطنه ديالنا اللي عندنا خلاتنا نصبروا مع الشركه ديالنا. قلنا الازمه العالم كله في ازمه ماشي مشكل حنا غادي نصبروا مع الشركه ديالنا وهذه هي التضحيه ديالنا. حنا كاع الناس ضحاو في كورونا اللي الفقير والغني ضحى في كورونا اللي لاباس عليه ساهم في صندوق كورونا اللي فقير ضر شويه ولكن حنا كمغاربه حنا صبار حتى حنا قلنا هذا هو الضريبه ديالنا غنخلصوها ضريبتنا ديال الازمه هي غنصبروا. صالير بلا صالير ماشي مشكل. جا التوقيف الثاني ما فهمناش كتشوف عام اخر عاوتاني غادي تزاد بنفس الريتم ديال الحياه اللي قاس علينا بزاف. حنا راه كنا ديزانجينيور كنا خدامين حنا هاد المره كنخدم بصاليرات مزيانين. الدراري اللي معانا اللي بريبا راه كيشوف راسو عام اخر جالس بدون مستقبل ما عندوش عنده الفلو وكتسنى. ورغم ذلك مجموعين مع بعضياتنا وكنصبروا بعضياتنا. دراري صبروا دراري راه الشركه غادي تردنا راه حنا ماشي مشكل. شكون اللي خاصو الفلوس نجمعوا ليه نقلبوا هادي والدينا كنطلبوهم تعاونوا معنا ديروا هادي. حنا بيناتنا بقينا بيناتنا سوليدير باش في هادشي كامل باش نصبروا باش ما نخلقوا حتى مشكل حيت عارفين الازمه هي هادي. حنا المشكل اللي كان المشاكل اللي كانوا عندنا مشاكل اجتماعيه بزاف. اول حاجه هي ديك لابريسيون ديال المجتمع
انت كنتي واحد النهار انجينيور، واحد النهار وليتي بيلوط، كتجلس مع صحابك، كتجلس مع الجيران، وليتي كدور في الدرب تيسولوك اش داروا معاكم هذوك الناس، اش غادي ديروا، وصلتوا تحلوا الحدود واش عيطوا لكم، عاودوا تسدوا الحدود ما عيطوش لكم، جات مرحبا واش عيطوا لكم، وانت في نفس الوقت نفس الجواب شنو هو، باقي ما سالاتش لا سسبونسيون، ان شاء الله غادي يكون خير، ان شاء الله غادي يدير، وانت راه الداخل ديالك راه كتعلم زعما راه هذاك الشيء راه واخا كتقولوا ولكن راه تيضرك، فتحس براسك انك هذيك المعاناه ديالك غادي وكتزاد يوما بعد يوم. من وراها جات هاد الشيء ديال مني هاد الشيء كامل كان بني على الثقه، شي كامل صبرنا عليه حيت كنا تايقين في الشركه، مني جا هذاك العرض الملغوم ديال الشركه هذيك الثقه ديالنا باش حسينا راه ما كانتش ثقه، هذوك حسبوهاكم نايفتي زعما بحال هذوك الدراري صيدناهم، احنا صيدناهم جلسناهم عامين اجي نعطيهم اللي بغينا غادي يقبلوا بها. هذيك الشيء تيبقى فيك الحال كتشوف كيفاش انا تعاملت مع هاد الشركه وهي كيفاش كتعامل معايا، انا خديتها ثقه هي خداتها كم كلاخ، هاد السيد راه من الاخر ما تيفهمش راه غندير ليه اي حاجه وغادي يقبل بها. حنا ملي رفضناه وشفنا التهديدات اللي تيعطيونا عاوتاني هذاك زعما هذاك الحزن اللي بقى عندك وليتي كتخاف على راسك وليتي كتجلس مع والديك. انا راه النهار الاول مع والديا قلت لهم تشرى في المحكمه والحبس، راه الوالده ديالك مشات تسخف ليا تقول لي كيفاش الحبس باك ولا امك اللي كانوا تيقريوك وتقاتلوا معاك وليتي اطار دوله ديال الانجينيور من بعد وليتي بيلوط اللي كيقولوا اونفان ولدنا غادي يوصل. جات الازمه ماشي مشكل نزيدو نصبروا معاه راه الازمه غدوز هادي وليتي كتقول لهم الحبس راه فريمون هنا ولا وليتي جالس مستريسي مع راسك مستريسي والديك تيقول لك دابا الدعوه شحال طلع لينا الا خص المحامي واش الحبس مضمون ولا ما مضمونش اشنو غادي يوقع لك. وليتي من انسان لاطار وطني لي نورمالمون والمغرب خسر عليه حنا منتوج مغربي خسر عندنا الدوله خسرت عندنا الفلوس شنو هو السبب علاش انا درت كاع داكشي اللي عليا ما درت حتى خطا وليت مهدد بالحبس وليت مهدد مستقبل مجهول. كنت كتشوف راسك لاج ديالك تيتزاد شوف راسك ما انت بقيتي انجينيور ما انت بيلوت بغيتي تمشي دير شي حاجه اخرى خاصك تعاودها زيرو عاوتاني وبدا تقول والديك عطيني عاوتاني باش نخرج لبرا جبدوا لي الفلوس ديروا لي. وكتشوف راسك انت حنا راه اغلبيتنا راه 30 عام واش الدري عنده 30 عام نورمالمون خصكم ايطابلي مرتاح في الحياه ديالو ما مريح والديه ولينا في واحد المستقبل اللي مجهول اللي مكرفصين فيه حنا والدينا. هادشي اللي غنقول لك زعما راه غالب الله حنا دابا بغينا غير نفهموا علاش عطيتيني وعد كتابي في انك من هنا عامين غادي ترجع تخدم بنفس الظروف اللي كانت عندك ونهار جيت نبريزونطا ما خليتينيش ندخل. اكثر من هذا لي ليسونسي اللي كانت تم التصريح ديالهم اقتصاديا في 2020 وخداو شيكات بمبالغ مهمه ردوهم كيخدموا عادي وحنا ما خلوناش ندخلوا. واكثر من هذا الشيء كاع يلا الشركه لونسات هذه كيلكو جور واحد الكون لا فيت كونكور انها باغا تريكروتي عاوتاني دي بيلوت واش غديري مع هاد 150 الناس دابا اللي هنايا.